نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية كفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد، ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. النهارده احنا موجودين في قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد محافظة دمياط. القرية هنا بيطبق فيها مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير الكرة. القرية بالكامل بتتطور ضمن مبادرة حياة كريمة، واحنا بنقدم الشق العلاجي فيها من تقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين. معانا هنا 12 عيادة زائد عيادة أشعة زائد معمل تحليل متكامل وصيدلية متكاملة زائد أشعة سونار بنقدمها للمواطنين. كل خدمات القوافل الطبية بتقدم للمواطنين بالمجان تماما. احنا النهاردة موجودين في قرية كفر شحاتة تبع مركز كفر سعد. احنا بنقوم باستلام التذكرة من الصيدلية بعد أن يقوم المريض بأخذ خدمته كاملة من أشعة وتحاليل وصرف علاج من الصيدلية بالمجان. بنقوم بناخد التذكرة، بنسجل كل البيانات المريض الشخصية والطبية على برنامج معانا، وبعد كده بنجمع البيانات ديت لو في مريض بيتحول لمستشفى. قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة في قرية كفر شحاتة تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى. النهاردة قافلة علاجية بتقدم العيادات التخصصية، عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، وعندنا كمان الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي التخصصات المتاحة. طبعا كل ده بيتعمل من أجل إن احنا نقدر نوصل بالمواطن للقرار السليم، سواء كان هينقي خدمته باللي هو يصرف الدواء أو إن هو يحتاج لاستكمال ممكن بعد كده بنحوله لأقرب مستشفى مركزي، سواء لاستصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو إن هو يعمل عملية جراحية هو محتاجها. سمعت عن القافلة الطبية عن طريق مخبرات الصوت اللي موجودة في البلد ومن بعض الأهالي المحولين لمستشفيات وزارة الصحة اللي رايحين يعملوا عمليات عن طريق القافلة حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجيت لقيت هنا جمعيات تخصصات في القافلة وبيحولوا أي حد عنده أي حاجة بيتحول بالمجان تحت رعاية وزارة الصحة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا بشكر السيد الرئيس على المجهودات اللي مبذولة لدى المواطن علشان خاطر إن المواطنين غلابة، وربنا يبارك في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقافلة موجودة في كفر شحاتة وكل الأهالي بتيجي تكشف وفي جميع العلاجات، وأنا شفت العلاج بنفسي وجاي أكشف النهاردة جلدية لأن العلاج غالي. وربنا يبارك في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي بدل التخصص اثنين ولو عايز تكشف اي كشف موجود. وشكرا للقافله الطبيه والقائمين عليها. انا لما قالوا في المسجد على القافله فحضرتك انا جيت وانا كشفت على ابني وانا كشفت، وهنا الدكاتره هناك كلهم هنا كويسين وصرفوا لي العلاج وكله تمام والحمد لله. وكمان لسه معايا بناتي هنا بكشف لهم، والدكاتره هنا بيهتموا بالمرضى بصراحه، وهنا الناس كتير كتير كويسه.